ما هي النظرية التي تبنى عليها خيارات السلام؟ هل السلام هو أنه أنت فقط تدي زول منصب ولا كذا ولا تدي وكذا ولا هو السلام يعني حاجة تتجاوز هذه الرمزيات إلى مخاطبة المشاكل الأصلية التي انطلقت من أجلها؟ أنا بقول خروج أركم الناوي أو خروج عبد العزيز، أنا أفتكر هذه ستضيف إلى الخبرة التراكمية في الشعب السوداني لتحسين ولرفع كفاءة نظريته بتاعت السلام. يعني أنا بقول هذه يعني دي مخرج خبرة تراكمية عندنا نحن، يعني نستفيد منها، نستفيد ما شاء الله تعالى في الفترة القادمة عشان نغير النظرية بتاعتنا ذاتها بتاعت السلام ونتجاوز فيها قصة رمزيات أو محاصصات وكده إلى مخاطبة جذور المشاكل التي من أجلها انطلقت الأسلحة التي نريد أن نوقفها. لذلك أنا بقول أنه السلام القادم، يعني سأل الأخ دوليب قبل شوي يعني ما هو السلام اللي إحنا عايزينه، يعني أنا بقول السؤال ده هو الحقيقة السؤال الذي حقه تجاوب عليه الممارسة العملية بتاعة الأجهزة الحاكمة، يعني فأنا هي تركز على المشاكل أو جذور المشاكل التي انطلقت. الجذور المشاكل التي انطلقت دي انطلقت منها مشاكل التنمية، مشاكل التوزيع العادل للثروة، مشاكل العدالة، يعني مشاكل أنا أفتكر هذه كلها يعني لابد أن تستصحب يعني في أي اتفاق سلام قادم إذا أردنا إحنا فعلا أنه يكون سلام مستدام وسلام لا يكون يعني فقط لإرضاء النخب التي قادت هذه العملية. لابد من النظر إلى القواعد، لابد من النظر إلى المناطق، لابد من النظر إلى المشاكل، وليس يعني إحنا ما نبذل قصارى جهدنا أن نتحدث عن النخب ولا نتحدث عن المشاكل التي من أجلها. وأنا ذاتي كنت أقول أنه حقه ذاته النخب أو القادة ديرهم ذات يعني تكون نظرتهم هي ذاتا لجذور المشاكل أكثر من نظرتهم إلى التمثيل حقهم في الأجهزة الحكومية. التمثيل ده حقه أنا يعكس يعني إذا أديت زول أنا موقع في القصر الجمهوري يعني ماذا يعني هذا لي أنا إذا أنا في الجنينة ولا أنا قاعد في جارسيلا ولا قاعد في كده؟ كيف يخدمني هذا؟ أنا داير أقول أنه حقه نحن نلفت نظرنا يعني ونظر متخذ القرار. يعني أنا والله بهمني الزول اللي قاعد في قرسيلة وقاعد في جنين وقاعد في كاودة قاعد في قيسان وغيره في قيسان وقاعد في كده حاله مشاكله خدمات الدائرة حقوقه تعليمه صحته دي أنا أفتكر هي القضايا الأساسية حقه تشغل بالنا وحقه نحن نركز عليها أكثر من تركيزنا على أي قضايا أخرى يعني.